اذا ما تران يبعث لي مساج مساعة نص الليل كذا سيكو فما خبر حكينا عليه بدأت تتحرك الامور. لا 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 يلا الاحتفاظ بمورد شحنة البطاطا الفاسدة عبر ميناء سوسة التجاري. قديش انت تطلب الحكم مطران؟ استهدى بالله مطران استهدى بالله. انا والله العظيم انا في يقيني والله العظيم المؤبد او الاعدام. سبحان الله. اقول لك علاش خاطر لا يقتل الناس ولا يعتدي على الناس ولا يعتدي على حق الدولة شنو باش تحكم عليه؟ ستة شهور ويخرج هذا مجرم مع الاسف مع الاسف ما عادش فما رحمة يا سي زوير. شنو القضايا مثلا اللي ما تعطيش فيهم اعدام انت يعني ك لا انت كان واحد كان واحد قتل مش عارف لا اي خاطر اعطينا البريم تاع القضايا اللي يقتل يا نوف اللي تقتل طبعا هو قتل شنو نجيبوا الحبس نوكلوه اللحم والدجاج ويتفرج على التلفزه ونشيخوه وندافعوا عليه والضحيه اللي مشى النطره واحد انترسات اكيد الحكم دي ما اقلش من 25 عام مستنيني. واحد مثلا دلس عمله بدلس عمله مؤبد ترام رسكي مرسكي لا ما هذيك هنا فيها قانون 25 دينار نعطيها إعانة 25 دينار الحمد لله ما فهمش أعدام فيكم شيء. في بنزرة الإطاحة بشبكة مختصة في نبش القبور بحثا على الكنوز والأثار. حتى الميت ما يرتاحش في البيت ما يهنوش عليه يا سي زهير رانا بدعوا رانا كل يوم في الخدمة نكتشف جريمة جديدة والله ما نبش القبور بحثا على الأثار والله شيء أسف يا نفر والله شيء إلا مع الأخر لا حيين مرتاحين ولا ميت مرتاح ولا حتى حد ما هو مرتاح والله شيء ألم. أنا أبو طارق مهدي هناك فرقة دخلوا تونس كطلبة بشهائد علمية مزورة. شهائد مزورة أخي نحن نبعثوا في ناس لأوروبا بشهائد عمل مزورة دونك عادي باش يجيو زادها شهائد مزورة شهادة بديجيات وحكايات شهادة أخي برشا يهجروا بشهادة عمل مزورة وقت من الأوقات توجدت وتعينت وخدمت ولباس يعني ماشي أمور ما توا فما تصدي للشيء هذا الحمد لله وبرشا ناس وفما حملة معمولة على يخدموا في تونس بشهادة علمية مزورة حتى وزارة الثقافة معناتها توا فما 21 واحد مجنودين وما زالت الحملة متواصلة. 33% من النساء في تونس يتعرضن إلى العنف يا آية شنو رأيك؟ والله الحقيقة عنا فترة نسمع في أرقام غريبة وأرقام صادمة 33% معناه يتعرضنا إلى العنف رقم ماهوش عادي بالنسبة لي أنا 33% راهو هو استنى لحظة هو 60% سوف كو اللي ديكلاريو فوالا دونك هما اشطر نساء اللي تعرضوا للعنف في تعرضنا للعنف ما يقولوش يخافوا ما يمشيوش يقولوا على خاطر يخافوا تنجم باش تحافظ على دارها على ولادها خوف كذا على خاطر كنا حكيناه برشا مرات اللي مثلا تعرضت للعنف وتحب تطلق ما تلقاش وين تسكن وما تلقاش كون يصرف عليها هذه الدوله لابد اذا واحده باش تطلق يلزم تامن لها المصروف والسكنه وكذا في الدوله التونسيه اليوم سينو فما برشا جرائم اي سمحنا تتكلموا في كتالك برشا جرائم بعد ما تشكي بيه مره اثنين ثلاثه المره الرابعه يقتلها بعد ما تشكي تمشي تسكن معاه ايش كنت باش نقول انا معناها اللي فما برشا نساء فما برشا نساء توفيوا على خاطر المره الاولى ضربت سكتت المره الثانيه ضربت سكتت المره الثالثه جاتها ضربه قاتله قتلتها والا هو هبل نعرفش انا كيما مره قتلها بكرتوشه مره ذبحها دونك اليوم 33% النساء اللي قلنا نحن ديكلاغي فما شكون ما يمشيش يحكي ما يمشيش يشكي على خاطر يخاف يحب يهاني على روحه ولكن لازلنا نشوفوا ابعاد العنف هذه شنو ينجم يوصي نجم يشتت عائله نجم يقتل امراه نجم يشتت الصغار وفما حاجه اخرى نحب نقولها نوفل اللي في الدوله التونسيه عندنا مراكز ايواء للنساء المعنفات معناها في برشا ولايات توا بداوا يعملوا في المراكز وعملوا خدمت عليه الحكايه هذيا ونتذكر حكيت حتى مع وزيره المراه دو قاعدين يخدموا عليها ما فماش خوف راه فما مركز ايوي تنجم تعيش فيه لو طون تلقى حل تنجم تخدم على روحك وتكون مستقله انا العنف ما نجمش نقبلوه وحكيت يعني مع الوزيره منك ليها عملنا انترفيو في عيد المراه وقتها مشيت الوزيره هذيا ليه بلي ما زلت خاطر انا بالعكس اخزر له من موقع 33% من النساء يتعرضن للعنف يعني رجال حاول تسيب اي شوي تفضل بلي اخي تو لحظه كان مثرا سيد مطران شوي كان اي سيد لا مطران هو هاج عليك مش انا مش قاعد نخدم لا مطران هو هاج وقميص يحسن تفضل انت وياه دكور دونك 33% من النساء يتعرضن للعنف معناها رجالهم يضربوا فيهم انت خذ ال 67% اللي رجالهم مش منجمينهم
فهمتني؟ هي معناها فما 67% غالبين رجالهم، معناها فارضين سلطتهم على الرجال. مش ليه مش هما غالبين رجالهم؟ معناها ما ينجمش يعتدي عليها. بليل غير مبرر ورد بالك. ليه ما تدخلش في الموضوع هذايا 67%؟ نقصد راه معناها هما يتعرضن للعنف، معناها رجالهم غالبين. اي معناتها الاخرين يحبوا يضربوا نساهم ما نجموش. لا على خاطر ما اعتدتش على مرتك، ما ضربتش مرتك ما نجمتش. على خاطر قويه، مش على خاطر قويه، على خاطر هذيك راجل يحترم روحه ويحترم رجولته. راهو يا اخي اللي يضرب خروج مرته راجل فما شكون فك 67 يخاف منه. فما شكون يخاف من مرته؟ شنو هو؟ احترم مرته. معناها اللي ما يضربش مرته ماهوش راجل. ما تتصنفش هكاك يا بلال، لازم تصنفها. فما نسبة، فما نسبة اللي تقول انت مظلومين ومهضوم حقهم ومضروبين وفي مذرة، فما نسبة أخرى تنجم تقول عايشين في تفاهم وتشاور ما بيناتهم واحترام وقدر. صحيح. فما نسبة أخرى اللي تحكي عليها انت توا بلال، الخلافة واللي عايش بالعكس. فما نسبة تاع الرجال نساهم تضربهم زادة، ما تنساوش 20% من الرجال نساهم تضربهم. والعنف مش مبرر لا منا لا منا. ليه ليه مش معناه نسيه لازم تضرب رجال زيدا غير مبرر. نوفل الراجل يضرب مرته نعملوا له اسمع نوفل، كما قال سي زهير لازم ترسيخ مفاهيم الاحترام والتقدير والمحبه. انا نصرحكم بكامل الصراحه وبكامل الصدق، احنا نسبه كبيره من سانة ورجالنا ما يعرفوش فن الحياه في الدار، وما تمش محبه في الدار. يلزم من الصغر نربي اولادنا على المحبه وعلى الاحترام والتقدير. من الصغر من الصغر تولي دروس في المدارس. نحكيو في المدارس. تفضل. قدم في مره في الجمعه اليوم انت تقول مرتك نحبك؟ بكري قلت لها نحبك. الله 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 والله تصفيق. احلاها كلمه نحبك. شو طيب وقبلتها من جبينها خاطر شفت قداش رومانسيه مش كيما بعض الاطراف وانت مرتك تضربها. قبلتها من جبينها وخليت عليكم ولا انتم وعدكم؟ لا لا وحدنا حاجه واحد فيه حتى كان يتربى في المحبه ويشوفهم يبوسوا بعض. شبيك عنف وضرب جيبت روحك سامحني. لا والله سي زهير قال كلمه مهمه جدا جدا. سي زهير يعني الطفل كيف يحضر على على مثلا ابوه يبوس في امه يتربى في المحبه والبوس والافكسيون والبن. هو بده يطلع يبوس في النساء، هو بده يبوس النساء ويبوس مرته. لا قال لك يقرا وقتها. شوف يقرا البارح نتفرج في شريط وثائقي البارح نتفرج في شريط وثائقي في اثيوبيا. شوف قداش تقدموا وقداش يحترموا المراه. وقت لراجل السي زهير باش يبات في الاوتيل يكلموا مرته يقولوا لها راهو راجلك باش يبات بحذانا. تسمح لي فما صبه هذه عاد صبوا به المرته. مش احترام، خليني جار احنا يكلموا الداخليه. صبوا به المرته هكا يتسموا، هذه خدمه عاد ولا كلموها كلموها يقولوا لها تسمح لي باش يبات بحذانا. بالحق هذه والله البارح نتفرج في احنا ندخل السلطات تعملوا قرار. كل شيء واضح. متران صارت انه في 35 سنه عرس تلزيت انك تبات برا يعني على خدمه على حاجه؟ شفت سالتي وشفت سالتي. لا والله باش نجاوب. باش نجاوب. شوف انا مرتي نعلمها بكل شيء يا بلال. صدق خلوه ياخذ باش تبات السرقه. قلت لك يعني انت بالخدمه تلزيت تبات برا. لا في الخدمه انا في كل شيء. كل شيء استدعوني الندوات. بلال قلب